الذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، عندما تمر بلدنا بمحنة فلا بد أن نداوم على التضرع إلى الله تعالى بالدعاء والوقوف ببابه طويلا ولزوم جواره حتى يأتي الفرج من عنده وتنكشف الغمة ويفرج الكرب ويندحر كل عدو ويخيب أمله ويعلم أن هذا البلد محفوظ بحفظ الله ومحاط برعايته ومصون بعنايته. هيا بنا أيها الأحبة الكرام نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه حتى يأذن الله بميلاد فجر مشرق جديد. نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا وجهت وجهي للكريم وحالي وجهت وجهي وجهت وجهي للكريم وحالي، من يقصد الرحمن ليس يبالي. أسلمت نفسي في خشوع دائم لله، أسلمت نفسي في خشوع دائم، أسلمت نفسي في خشوع دائم لله وعيالي.
ألجأت ظهري للقوي يحيطني. يا رب ألجأت ظهري للقوي يحيطني. ألجأت ظهري للقوي يحيطني فأنا بحفظ الله فوضت أمري للذي أرضى به. فوضت أمري للذي أرضى به ربا عليما مصلح الأحوال. ما كنت أضمر في الضمير إساءة للخلق. ما كنت أضمر في الضمير إساءة للخلق. ما كنت أضمر في الضمير إساءة للخلق مهما قطعت أوصالي. فالقلب عاش مؤملا. فالقلب عاش مؤملا لله في نظرة فالقلب عاش مؤملا في نظرة لله تزكي عيشتي وخصالي. وعرفت ربي غافرا متقبلا. وعرفت ربي غافرا متقبلا. وعرفت ربي غافرا متقبلا للعبد في حل وفي ترحال. وعرفت ربي غافرا متقبلا. وعرفت ربي غافرا. وعرفت ربي غافرا متقبلا. وعرفت ربي غافرا متقبلا للعبد في حل وفي ترحال. فأنا ألوذ بحب طه المصطفى أملي. فأنا ألوذ
بحب طه المصطفى أمالي، فأنا ألوذ بحب طه المصطفى أمالي، يزكي عيشتي ومآلي. وسألت ربي أن يفيض بتوبة، وسألت ربي أن يفيض بتوبة تكسو المسيء مهابة بجلالي. يا رب يا رب. وسألت ربي أن يفيض بتوبة تكسو المسيء مهابة بجلالي. وسألت ربي أن يفيض بتوبة تكسو المسيء بتوبة تكسو المسيء مهابة بجلالي. أنت العليم بحالي، فلا تخيب سؤالي. سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقال، يا ضيعة العمر لما أنفقته في المحال، أنفقته في الخطايا وفي الهوى والضلال. يا رب يسر حسابي، يا رب يسر حسابي، يا رب أحسن مآلي بجاه أكرم نبي عليه في كل حالي، عليه ألف صلاة ملاح بدر وغاب غيب. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد المهدي شرف الدين بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية. من هنا، من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، وقد قام الإخوة